فضيحة رفع العلم العراقي. رفع العلم العراقي عموديا فوق سارية وزارة التخطيط. طبعا ما هو معروف أن رفع العلم بالمقلوب يعني تمردا أو اعتراضا على أمر ما، وهو يقلل كذلك من احترام العلم وقيمة الدولة. لكن ما تفسير أن يرفع بشكل أفقي؟ بصراحة بحثت بها ولم أجد تفسيرا لها، لكنها تحدث في العراق. دعونا نشاهد. 2019، ما شاء الله ما شاء الله، هذا علم جديد بالطول احمر على اليمين والوسط الابيض والاسود على اليسار. يلا بالخير وتهاني.